الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التكاتف لمواجهة ارتفاع السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين. غوتيريش يبدي استعداده للتوسط في الأزمة الأوكرانية بشرط موافقة جميع الأطراف. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك لمواجهة تداعيات عاصفة القرن الثلجية التي خلفت عشرات القتلى. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية مفصلة، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي الذاتي من المنتجات والسلع الاستراتيجية، وكذلك ضرورة التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين. جاء ذلك خلال افتتاح سيادته لمصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش في محافظة الجيزة. تماشيا مع خطط وبرامج الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول والصروح الصناعية العريقة ومضاعفة القدرات التصديرية بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي من العناصر والمواد الكيماوية الحيوية وتوفير المزيد من فرص العمل، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح مصنعين لإنتاج الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بمنطقة أبو رواش بمحافظة الجيزة التابع لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى أقدم شركات جهاز الخدمة العامة بالقوات المسلحة. وبموجب رؤية مصر الاستراتيجية 2030 تمكنت شركتنا من تدشين 13 مصنعا جديدا داخل مجمعاتها الصناعية العملاقة في مناطق أبو رواش والفيوم والسخنة، وبذلك ارتفعت أعداد مصانع شركة النصر للكيماويات الوسيطة خلال 8 أعوام من 26 إلى 39 مصنعا متخصصة في الصناعات الكيماوية والأسمدة الفوسفاتية. واليوم تشرف شركة النصر للكيماويات الوسيطة بافتتاح سيادتكم لمصنعي الغازات الطبية والصناعية رقم 4 و5 بطاقة 60,000 طن سنويا من الأكسجين، ليرتفع إجمالي إنتاج الشركة من الأكسجين إلى 100,000 طن سنويا. وبزيادة القدرة الإنتاجية ستصبح الشركة قادرة على إمداد 280 مستشفى مقارنة ب 135 مستشفى بمختلف محافظات الجمهورية حاليا. هذا بالإضافة إلى إمداد هيئة الإسعاف المصرية بكل من القاهرة والجيزة بحوالي 30,000 أسطوانة أكسجين سنوياً. الرئيس السيسي أكد أن الدولة تسعى إلى تعزيز الإنتاج المحلي من المنتجات والسلع الاستراتيجية التي يتم استيرادها من الخارج لتقليص الضغط على العملة الأجنبية. لما اتكلمنا في موضوع الغازات الطبية كان المفروض إن إحنا إنتاجنا كان قبل كده إلى حد ما يكفينا، لكن جت أزمة كورونا وكانت مشكلة بالنسبة لنا، مش كده؟ تمام. وبالتالي قلنا لا، احنا لازم يكون عندنا الكميات اللي تكفي الواقع اللي احنا موجودين والتطور المحتمل في الخدمة الطبية خلال السنين الجاية، مش كده؟ صحيح. كويس. الكلور بقى، ايوه، احنا برضو بنقول من دلوقتي ليه؟ لان يعني التطورات اللي موجودة في العالم دلوقتي مخلية مفيش استقرار في موضوع التعاقدات، مش كده؟ ايوه. وبالتالي الحاجه اللي حتى اللي كنا بنتعاقد عليها بتكلفه معينه بقت التكلفه بقت زياده والتوقيتات بقت مختلفه. ومصر كانت قبل هذا انتاج هذا المشروع اللي وجه بيه فخامه الرئيس ما كانش عندنا غير مصنعين كلور هم تابعين للقطاع الخاص، هم دول اللي بينتجوا الكلور. طبيعه مصانع الكلور ان لازم كل سنه بتتعمل عمره او صيانه فالمصنع بيتوقف، فكانت بتبقى دايما عندنا الازمه. وانا عشان بس نتخيل، احنا ازمه هنا معناها ان انا اوقف محطات ميه عن الشغل، والا كنت البديل ان انا اروح استورد الكلور بالدولار عشان اجيبه واشغل المحطات. انا هنا بتكلم على قدرات يا فندم، محطات كانت موجوده في 2015 و2016. احنا النهارده مش نفس المحطات الموجوده، احنا زودنا كميات المياه المنتجه النهارده 25-30% من هذا التاريخ. عدة رسائل هامة حملتها مداخلات الرئيس حول قضايا تشغل المواطن وتمس حياته اليومية،
فقد شدد الرئيس السيسي على أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للحفاظ على استقرار الأسعار بالأسواق من خلال عدم زيادة أسعار مدخلات الإنتاج وخاصة أسعار الطاقة رغم ارتفاع أسعارها عالميا، موجها بضرورة الانتهاء سريعا من الإفراج عن المستلزمات والبضائع بالموانئ. احنا حضرتك اشتغلنا الحقيقة مع البنك المركزي ومع البنوك كلها قطاع المصرفي على تأمين او الافراج عن اكبر عدد من هذه البضائع على مدار الشهر، ففعلا من يوم 1 ديسمبر ليوم 1/23 افرجنا عن 5 مليار دولار بضائع. الاهم حضرتك احنا حصرين دلوقتي المتبقي يعني لغاية امبارح 9.5 مليار دولار اللي موجودين في الموانئ. يبقى أنا طمنتكم على موضوع المستلزمات زي ما اتفقنا دكتور مصطفى، وأرجو أن احنا نطلق هذا الأمر يعني بتغطية إعلامية مناسبة، الناس تشوف حجم المواد اللي هتخرج من المواني خلال الفترة القليلة اللي هو يومين ثلاثة الأسبوع اللي جايين دول، عشان نبقى يعني الحمد لله أنهينا المشكلة ديت. وأوضح الرئيس السيسي أن الهدف من صندوق استثمار قناة السويس هو توفير السيولة اللازمة لتمويل المشروعات الخاصة بالهيئة. من 75 للنهاردة قناة السويس جابت تقريبا 200-220 مليار دولار. أنا خليت المتوسط 4، خليت المتوسط 4، 200 مليار دولار. لو حد كان شال 10% من الرقم ده وحطه في صندوق، خلي بالكوا الصندوق ده مش معناه ايه، ما هو دخل البرلمان ليه الصندوق؟ عشان يديله حصانة قانونية في ما حدش يقدر لا مؤاخذه ياخد منه ولا يتصرف فيه ولا اي حاجه طبقا للمعايير اللي تم التصديق عليه بيها والقواعد اللي اتحطت. جلسه الدوله الرقابيه تفتش عليه طبعا. واكد الرئيس انه تم انشاء صندوق لدعم الاسر ضمن قانون الاحوال الشخصيه الجديد، وان الدوله ستقوم بدورها بدعم هذا الصندوق. قلت النهارده هيتعمل صندوق، حضرتك جاي تتجوز حط بقى في الصندوق ده مبلغ مش كبير قوي كل الناس تقدر عليه، وانا كدوله اتفقت مع دكتور مصطفى لو مليار هنحط مليار، مليارين هنحط مليارين. ليه؟ عشان لما نختلف، لان القانون اللي موجود ده مقفول. يعني ايه مقفول؟ يعني احنا قفلناه بحيث انك انت ما فيش احنا هنتكفل بالاجراء اللي يقدر يامن ولادنا في كل شيء. اللجنه القائمه حاليا على اعداد قانون الاسره استعانت بمجموعة استشارية، المجموعة الاستشارية دي فيها عالم نفسي شهير، فيها عالم اجتماع، عالمة اجتماع، في عندنا عالم مالي، وأيضا عدد من علماء الشريعة الإسلامية وعلى رأسهم فضيلة المفتي. الناس دي كل إجراء اتحط في القانون كان هناك القول العلمي بيقول إيه في هذا، سواء في الاستضافة، في الرؤية، في الحضانة، في كل شيء مبني على أساس علمي. جولة تفقدية أجراها الرئيس السيسي بمصنعي الغازات الطبية والصناعية ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية، رافقه خلالها رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة. صرح صناعي تاريخي من صروح الصناعة المصرية شيد في سبعينيات القرن الماضي بأيد وسواعد مصرية، شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أعمال تطويره وتوسعاته، بما يؤكد أن الدولة المصرية ماضية في خططها لاستثمار واستغلال قلاعها الصناعية العريقة، بما يوفر المزيد من فرص العمل ويفتح آفاقا جديدة أمام التنمية المستدامة ويضاعف من القدرات التصديرية لقطاع الصناعات الكيماوية. من مقر شركة النصر للصناعات الكيماوية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش بمحافظة الجيزة على رشوان النيل. وأوقف الرئيس عبد الفتاح السيسي موكبه بعد رؤيته إحدى السيدات جالسة على الرصيف وأدار معها حوارا، كما وجه بتلبية كافة احتياجاتها. حاجة كبيرة عندي قوي، بدعي لك ليل ونهار والله.
قام التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بزيارة السيدة نوال حسن المقيمة بمنطقة منشأة ناصر، وذلك تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، والذي تصادف مرور موكب سيادته أثناء جلوس السيدة على الرصيف في منطقة أبو رواش. وبعد حديث معها وجه بتنفيذ كافة احتياجاتها، وبناء على تكليف سيادته قام التحالف الوطني بزيارة السيدة نوال، وتم إهداؤها مجموعة من الأجهزة الكهربائية الأساسية ودعمها بمبلغ نقدي، بالإضافة إلى توفير وظيفة لنجلها في أحد المصانع، وكذلك تحقيق حلمها لأداء عمرة، مع التأكيد على توفير دعم شهري مستمر لها من خلال مؤسسة حياة كريمة. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج. شهد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخرج دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من الوزراء وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وعدد من الشخصيات العامة وممثلي وزارة الخارجية، والذي يأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الإعداد والتأهيل المتكامل للضباط الذين تم اختيارهم للعمل بمكاتب التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، حيث بدأت المراسم بكلمة رئيس جهاز الملحقين الحربيين تناولت تقريرا مفصلا لدورة التمثيل الدبلوماسي العسكري لعام 2022-2023. كما ألقى اللواء أركان حرب محرز عبد الوهاب القائم بأعمال رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية كلمة قدم خلالها الشكر والتقدير للقيادة العامة للقوات المسلحة لما قدمته من كافة أوجه الدعم للارتقاء بمستوى عناصر التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، مشيرا إلى الجهد المبذول لإعدادهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على أداء المهام المكلفين بها على أكمل وجه. وألقى الفريق أول محمد زكي كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما هنأهم بانتهاء دورة الإعداد والتأهيل التي تسبق توليهم المنصب، وطالبهم بمواصلة الاطلاع والمعرفة في كافة المجالات والتخصصات لبناء القائد الكفء القادر على تنفيذ كل ما يكلف به من مهام، مع التمسك بالانضباط العسكري والقيم والثوابت الأصيلة للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن عملية انتقاء تلك العناصر تمت وفقا لأسس علمية مدروسة، وأن هؤلاء العناصر هم خير مثال يحتذى به بين رجال القوات المسلحة نظرا لما يتمتعون به من مقومات تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة واقتدار. تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها على مستوى الجمهورية لضبط العديد من القضايا التموينية، وفي هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات تموينية أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء. تتواصل الجهود الأمنية للتصدي للجرائم التموينية المتنوعة. في هذا السياق شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة حملات أمنية مكبرة تنسيقا وقطاع الأمن العام ومديريات الأمن، أسفرت عن ضبط أكثر من 66 طن دقيق بلدي مدعم قام مالك ومسؤول عدد من المخابز البلدية ومستودع دقيق بلدي بالجيزة وقنا وشمال سيناء بالتصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء، وضبط قرابة 195 طن دقيق أبيض تم حجبها عن التداول بالأسواق بهدف بيعها بأزيد من السعر المقرر وبأسعار السوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة بالقاهرة والجيزة والقليوبية، وضبط 27 طن ملح طعام تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والشرقية والمنوفية لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في إطار استمرار تصديها لجرائم حجب السلع عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها في ضبط أكثر من 52 طن مواد غذائية متنوعة تم حجبها عن التداول بالأسواق بالجيزة والقليوبية، وضبط أكثر من 22 طن أرز أبيض تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية والدقهلية لبيعها بأزيد من السعر المتداول،
وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 120 طن أرز شعير بحوزة اثنين من مالكي مخازن بدون ترخيص لتجارة الحبوب بالدقهلية والشرقية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بأزيد من السعر المتداول. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 556 طن أعلاف حيوانية وداجنة غير معلن عن أسعارها، وتم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بالسوق السوداء بالجيزة والقليوبية والشرقية والمنوفية. كما نجحت في ضبط 35 طن مواد بناء بالمنوفية والدقهلية، تم حجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول. ونجحت في ضبط أكثر من 36 طن أسمدة زراعية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لرفع أسعارها وبيعها بأزيد من السعر المتداول بقنا والمنيا. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 8 أطنان جبن أبيض غير صالحة للاستهلاك الأدمي بحوزة مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بالقاهرة، وضبط أكثر من 77 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الأدمي بالدقهلية والقاهرة والجيزة. واستمرارا لنجاحات أجهزة وزارة الداخلية في التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، نجحت في ضبط 210 طن أعلاف حيوانية غير صالحة للاستخدام الحيواني بحوزة مالك مصنع لإنتاج وتعبئة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية، وتمكنت من ضبط 57 طن ونصف مواد خام ومستلزمات إنتاج بلاستيك غير مطابقة للمواصفات القياسية بمصنع غير مرخص لإنتاج المنتجات البلاستيكية بالقلوبية، وضبط أكثر من 15 طن منظفات صناعية غير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة المسؤول عن مخزن لتعبئة المنظفات الصناعية بالقلوبية. أعلنت وزارة الداخلية العمانية عن نجاح انتخابات المجالس البلدية عبر استخدام التصويت الإلكتروني الذي أتاحته وزارة الداخلية من خلال المنصات الإلكترونية المختلفة. أول تجربة تصويت إلكترونية ناجحة أعلنت عنها وزارة الداخلية العمانية في الانتخابات البلدية التي جرت بسلطنة عمان، لتكون بذلك الدولة الأولى بدول الخليج العربي الذي تستخدم النظام الإلكتروني في التصويت. وخلال مؤتمر صحفي أكد وكيل وزارة الداخلية هلال بن سعيد البوسعيدي أن سلطنة عمان حريصة على التحول الرقمي في جميع المجالات، مشيرا إلى أن نظام منتخب الإلكتروني أثبت نجاحه في العملية الانتخابية وساهم بشكل كبير في تفاعل الناخب العماني في المشاركة بالحياة السياسية. حرصت وزارة الداخلية على مواكبة التطور التقني وأتمتة الخدمات وتكامل بياناتها وعملياتها وتوظيف التقنيات الرقمية الحديثة تماشيا مع برنامج التحول الرقمي الحكومي ضمن أولوية تقنية المعلومات والاتصالات في رؤية عمان 2040. أشار الحضور أن هذه الفترة جاءت مختلفة بدءا من القيد في السجل الانتخابي مرورا بالترشح وانتهاءا بيوم التصويت وفرز أصوات الناخبين وإعلان النتائج إلكترونيا بالكامل في جميع إجراءات العملية الانتخابية. في جميع إجراءات العملية الانتخابية سعت الوزارة من خلال الخبرات التراكمية السابقة إلى إحداث نقلة نوعية في استخدام أحدث التقنيات الرقمية تسهيلا للمرشحين والناخبين على حد سواء لتقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر. يذكر أن تطبيق انتخب صمم من قبل فريق عماني من وزارة الداخلية وأسهم استخدام التصويت عبر الهواتف الذكية في خفض التكلفة المالية للعملية الانتخابية. إذن هو مؤتمر صحفي جاء ليؤكد على نجاح التجربة العمانية في الاعتماد على التصويت الإلكتروني والذي يحدث لأول مرة في السلطنة والذي أتاح للعديد من العمانيين الانتخاب بكل سهولة وأمان. من العاصمة العمانية مسقط، محمد الخطيب، النيل. أعلن رئيس الكنيسة ياريف ليفن أن رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو سيعرض حكومته الجديدة على المجلس التشريعي الخميس المقبل بعد فوزه في الانتخابات في الأول من نوفمبر.
ويستعد نتنياهو لشغل منصب رئيس الوزراء للمرة الثالثة، ولم يتم بعد الكشف عن تشكيلة الحكومة، لكن حزب الليكود اليميني بزعامة نتنياهو سيحكم بالشراكة مع الأحزاب الدينية المتشددة والأحزاب اليمينية المتطرفة التي خاضت الانتخابات ضمن تحالف الصهيونية الدينية. أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ردا على مبادرة كييف استعداده للتوسط في مسألة الأزمة في أوكرانيا بشرط موافقة جميع الأطراف بما في ذلك روسيا. واقترحت السلطات الأوكرانية عقد قمة سلام في الأمم المتحدة بحلول نهاية فبراير 2023 مع الأمين العام للأمم المتحدة كوسيط محتمل. في الوقت نفسه قالت كييف إنه يجب دعوة روسيا للمفاوضات فقط بعد إجراء محاكمات جرائم الحرب في محكمة دولية. أعلنت وزير الخارجية الأوكراني أعلن ديمترو كوليبا أن بلاده تسعى لعقد قمة للسلام خلال شهر فبراير من العام المقبل، مشيرا إلى أنه يفضل انعقادها في الأمم المتحدة وبحضور أمينها العام أنطونيو غوتيريش. في غضون ذلك أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن حوالي 9 ملايين شخص في مناطق مختلفة من أوكرانيا يعيشون بدون إمدادات الطاقة. أكد وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف أن مقترح موسكو بنزع السلاح الأوكراني يجب أن يتم طوعا وبطريقة سلسة. وقال لافروف أن الجيش الروسي سيقوم بهذه المهمة إذا لم يبادر الغرب بذلك، مؤكدا أن نهاية الصراع في أوكرانيا مرتبط بمدى رغبة نظام كييف وواشنطن في إنهائه. وأشار إلى أن الولايات المتحدة وأوكرانيا قادران على إيقاف الصراع في أي لحظة إذا أرادا ذلك، متهما النظام الأوكراني بمحاولة جر الولايات المتحدة والناتو إلى صدام مباشر مع روسيا. أعلن الرئيس الصربي ألكسندر فوتيتشيتش وضع الجيش على أعلى مستوى من التأهب القتالي إثر التوترات التي تفاقمت مؤخرا في كوسوفو بين الأغلبية الألبانية والأقلية الصربية. ووصف رئيس الأركان الصربي الوضع في المنطقة الحدودية مع كوسوفو بالصعب والمعقد. يذكر أن رئيس الأركان الصربي قد أعلن في وقت سابق أن الرئيس أمره بالتوجه إلى المنطقة الحدودية مع كوسوفو، وأضاف أن المهام التي أوكلت إلى الجيش الصربي دقيقة وواضحة وسيتم تنفيذها بالكامل. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية نيويورك، موجها بتقديم الدعم الفيدرالي للمساعدة في جهود الاستجابة الحكومية والمحلية للعاصفة الشتوية الشديدة. وأفاد البيت الأبيض بأن إجراء بايدن يخول لوزارة الأمن الداخلي والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ بتنسيق جهود الإغاثة في حالات الكوارث للتخفيف من المشقة والمعاناة التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين وتقديم المساعدة المناسبة للمحتاجين. يشار إلى أن العاصفة الثلجية أدت حتى الآن إلى مقتل ما لا يقل عن 50 شخصا في الولايات المتحدة، وتم الإبلاغ عن حالات وفاة في 12 ولاية من بينها نيويورك والتي تعتبر أكثر المناطق تضررا. تشهد الولايات المتحدة موجة صقيع وبرد قارس غير مسبوقة أجبرت ملايين الأمريكيين على البقاء في منازلهم وعطلت حركة النقل والمواصلات والرحلات الجوية وكذلك خدمات الكهرباء والإنارة. تقارير هيئات الإغاثة الفيدرالية أفادت بمصرع عشرات الأشخاص نتيجة لهذه الظاهرة الطبيعية، وحذرت سلطات الولايات جموع الأمريكيين من مغادرة منازلهم إلا في حالات الضرورة القصوى حفاظا على حياتهم وتحسبا لما هو أسوأ مما أدى إلى تعطل حركة التجارة والتسوق. وتتعرض الولايات الحدودية الأمريكية مع المكسيك حاليا لعواصف ثلجية غير مسبوقة امتد نطاقها من منطقة البحيرات العظمى قرب الحدود مع كندا وصولا إلى ريو جراندي قرب الحدود مع المكسيك. لقد عانت منطقة بافلو في نيويورك من تداعيات سلبية خطيرة نتيجة للصقيع والثلوج التي سقطت خلال الأيام الماضية، حيث سقط عدد من المواطنين بين قتيل وجريح نتيجة لتداعيات هذه الظاهرة التي ضربت المنطقة خلال الساعات الماضية. موجات الصقيع والعواصف الثلجية أدت إلى إلغاء مئات رحلات الطيران
وتتحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية أن يحدث إعصار بومب إلى المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة المصحوبة برياح عاتية وتكون للثلوج. ختاما هذا تذكير بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة التكاتف لمواجهة ارتفاع أسعار السلع وتخفيف المعاناة عن المواطنين. غوتيريش يبدي استعداده للتوسط في الأزمة الأوكرانية بشرط موافقة جميع الأطراف. بايدن يعلن حالة الطوارئ في نيويورك لمواجهة تداعيات عاصفة القرن الثلجية التي خلفت عشرات القتلى. والتفاصيل على موقعنا nile.eg. إلى اللقاء.